بان لكم شي فاق، ما بان لكم والو. اليوم غنشوفوا جوج ديال لي زوبجيكتيف اللي متقاربين بيناتهم نيفو بيرفورمانس ومهمين بزاف، كو سوا كنت فوتوغراف او لا فيديوست. هذا سي 35 2.8 2.8 في لوفيرتور فيرسيون 2، وهذا سي 35 F4 4 في لوفيرتور. وكما كتعرفوا 2.8 غالي على الاف 4، واخا الاف 4 زايد عليه بالستابيليزاسيون، ولكن واش هاد الزياده فريمون تستاهل ولا لا؟ نبداو بلا فوكال 16. في لا فيرسون 16 35 كاين واحد شويه ديال البلو في الباك جراوند بارابور لا فيرسون 16 35 F4 اللي الباك جراوند ديالها نقدروا نقولوا تقريبا شارب، مي ماشي 100% بواحد 95%. دونك فهاد لا فوكال ما كاينش بزاف ديال الفرق. الوغ في لا فوكال 24 تيبان الباك جراوند بلو فلو بارابور لا فوكال 16 في 2.8، ولكن ماشي شي ديفيرونس لي كبيره بارابور ل F4. Par contre, le personnage le F4 est plus net à la 2.8, ce qui est logique, puisque 2.8 fait plus de profondeur de champ. Donc, il faut que vous ayez un point précis net. Et la focale 35 mm, c'est clair ou bien que la version 2.8 fait plus de profondeur de champ par rapport à la F4. C'est ce que vous avez dit. Mais il n'y a pas de différence. الا كنتي باغي لا بروفوندور راه تقد تعوض هاد الشوت ب 24-70 ولا 50 mm، شي حاجه اللي تعطيك اون بروفوندور اللي فريمون بالبابل وباينه بزاف، حيت 635 غتبقى ان فوكال لي وايد اللي غدير به شي حاجه شي بريز اللي غتكون غرون طونكل. دونك انت غتشوف واش هاد لا ديفيرونس فريمون واقف عليها باش تختار ما بين 2.8 او الاف 4. ومن غير الفرق ديال لا بروفوندور دو شون او لا ديبث اوف فيلد، 2.8 غادي يدخل لك لا لوميير اكثر من الاف 4، سكي لوجيك، وغادي تقدر تنقص من الايزو. ولكن السؤال خصك تطرح على راسك، واش انت ديما كتصور في لي باس لوميير؟ بيرسونيلمون الا كنت عارف راسي غنصور شي بلاصه فيها لا لوميير ناقصه، كنفضل ندي معايا شي برايم لانز مثلا 51.8 اللي ما غاليش بزاف، ونقدر نحاول نتأدبط مع الكادر ونصور به، وغادي يقدر يعطيني ان ريزولتا اللي احسن من هادو بجوجهم اون تيرم دو لوميير. ولكن الا كنتي فريمون اوبليجي وديما كتصور بالسايز وكطيح في سيتوياسيون اللي فريمون ما كتكونش لا فيهم لا لوميير مزيان وواقف على الدويت، ديك الساعه نقول لك زعم عليه. ندوزو دابا لا فوتو. في الاغلبيه ديال لي سيتوياسيون اللي كنصور فيهم ما عمرني وقفت على الدويت. علاش؟ حيتاش كنصور لاندسكيب لي تايم لابس و لي زانتيريور، وفي هاد لي سيتوياسيون بثلاثه كيخصك تزيد في الضياف تسد مينيموم واحد 6 ولا 7. علاش؟ باش كتنقص لا بروفوندور دو شون وكتزيد في النيتوتي ديال التصويره. تيخصك بيان سور نقص شويه من شاتر سبيد وضروري تريبي. دونك في هاد الخدامي كاملين شنو كندي معايا؟ كندي معايا الاف 4. في هاد لو بروميي اكزومبل كنت باغي لاغيير بلون والبروميي بلون بجوجهم يبانو نت، كنت باغي لا تكستور ديال الارض تبان مزيان ويبانوا لي ستاتيو اللي كاينين في لاغيير بلون بما فيهم داك السيد اللي دايز لا كومبوزيسيون هكا شفتها. دونك شنو خصني ندير؟ درت 100 في الايزو وخدمت بال 635 وخدمت بلا فوكال 24 والضياف درت 11. علاش؟ باش يقتل ليا كاع لا بروفوندور دو شون اللي كاينه، كلشي يبان عندي نت ومزيان. وشاتر سبيد درت 100، نقصت شي شويه، وبيان سور خدمت بالتريبيي باش البواتي ما يتزعزعش. في هاد دوزيام اكزامبل تا هو بريسك لا ميم شوز. حاجه وحده اللي مبدله سي كو هنا غنصوروا بالليل والاكزامبل الاول صورنا بالنهار. دونك كنت باغي الديتاي ديال الناس اللي واقفين، واهم حاجه الديتاي ديال لي دو تور بيتروناس تاور. دونك اول حاجه خاصك دير تحيد لا بروفوندور دو شو، دياف درت فيه 9 والشاتر سبيد درت فيه 30 سكوند. علاش؟ باش يعطيني لو ماكسيموم دو ديتاي يجالي على لوميير دو بارتو. هادشي علاش؟ كيخصك ضروري تخدم بان بون تريبي باش ايفيتي لك لي فيبراسيون. و بيان سور الايزو درت فيه 100 وخدمت بلا فوكال 24 وبلوبجيكتيف سي 35 اف 4. لا فهاد لا فوتو لا الفوتو اللي قبل منها. و فهاد لو ديرني اكزومبل تا هو نفس الحاجه واخا لا كومبوزيسيون مبدله. دونك دياف درت فيه 11، لا فوكال خدمت ب 20 و 100 في الايزو،
ولكن شاتر سبيد هاد المره دات 20 سكوند. علاش؟ حيت كون دات 30 سكوند كنغيجر ليا بزاف ديال لا لوميير وبزاف ديال لا لوميير كتقتل الديتاي. دونك ديما ديروا لي تيست وشوفوا شنو لوميير اللي مناسباكم. واهم حاجه هو التريبي. كون ما كانش ان بون تريبي ما كانش غيكون عندي هاد الريزولتا. دونك فوالا هادو هما لي ديفيرونس ماجور بيناتهم. ما هضرتش على الشاربنيس والفينييتين حيت كاين بزاف ديال الفيديوهات كيدوا على هادشي في يوتيوب. انا عطيتكم انا في بيرسونيل من حكم تجربتي الخاصه معاهم في الفوتو وفي الفيديو. نتمنى نكون عاونتكم. وما تنساوش لايك وسبسكرايب باش نكبوا شويه لا كومينوتي ونشوفوكم في الفيديو الجاي.